هنروح بقى لفقرة فلاش باك، وهتكلم معاكم عن بطولة اتنظمت لأول مرة بحضور 31 دولة على الأراضي المصرية في مدينة شرم الشيخ، وده كان تحديدا في عام 2019 بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف. البطولة انطلقت يوم الاثنين 29 يوليو في المدينة الشبابية في شرم الشيخ، منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في دورتها 16 للناشئين، واللي استضافتها مصر في الفترة من 28 يوليو وحتى 4 أغسطس، وده كان بمشاركة 31 دولة، أبرزهم طبعا مصر الدولة المستضيفة، أمريكا، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، كمان كولومبيا وتركيا، التشيك، الصين، اليابان، سويسرا والمغرب. شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حفل الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي، وكمان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومندوب الاتحاد الدولي بالبطولة. وخرج حفل الافتتاح بصورة تليق باسم مصر، ونقلت معظم صحف الدول المشاركة في البطولة الصورة الإيجابية والحضارية من التنظيم. كمان أشاد ميشيل جونار رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بإمكانيات وتجهيزات المدينة الشبابية في شرم الشيخ، مشددا على ثقته في قدرة مصر والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على تنظيم أكثر من حدث عالمي زي اللي بيقام للمرة الأولى في قارة أفريقيا، وهي بطولة السباحة بالزعانف. وكمان بقى في المنافسات حققت لاعبة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف جودي شريف الماس رقم مميز في مراحل مميزة أو مراحل يعني سنها، وعمومي كمان سيدات في سباق 100 متر غوص. كمان حطمت لاعبة المنتخب الوطني لوجي ياسر رقم مصر في مرحلة 17 سنة و19 سنة وعمومي في سباق 400 متر سباحة بالزعانف، والسباح أحمد تامر عبد القادر حقق هو كمان مركز رابع في سباق 1500 متر، وحقق السباح محمود وليد مركز خامس في السباق نفسه. وفي ختام منافسات البطولة وجه الوفود المشاركة ال 31 دولة الشكر لمصر على حسن الضيافة والتنظيم المشرف اللي نال إعجاب وإشادة كل ضيوف البطولة، ودي كانت حكاية بطولة دولية نظمتها مصر بطولة العالم للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ، واللي كانت من ضمن أكتر البطولات اللي كان ليها أهمية طبعا بالنسبة لهذه الرياضة بالتحديد، من 150 بطولة نظمتها بلدنا في الفترة من 2013 وحتى 2023.